السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية، عدنا إليكم بفيديو جديد. اليوم موضوعنا ضمن فقرة صباريات وعصاريات عن نبات إبرة حواء أو نبات بونتيا سوبولاتا. هذا النبات بيتميز بكونه بيمتلك أطول الأشواك بالفصيلة الصبارية. شوفوا هذا النبات ما أجمله، بالرغم من كل هذا الجمال بيمتلك أشواك قاسية جدا، والسبب بيعود لهذه الأشواك أنه هذا النبات متكيف بشكل كبير مع الظروف البيئية القاسية. قبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا أنكم تحطونا لايك الفيديو واشتراك بالقناة وأنكم تفعلوا زر الجرس، وهلأ خلينا نبلش فورا. نبات بونتيا سوبولاتا أو نبات إبرة حواء، سمي بإبرة حواء بسبب وجود هاي الأشواك القاسية والمؤذية فيه، اللي بتوصل طولها احيانا لاكثر من 5 سنتيمتر. هذا النبات متحمل كثير لكل الظروف القاسيه، منها درجه الحراره العاليه. اذا هذا النبات من الصباريات الصحراويه، فاذا تركته تحت اشعه الشمس المباشره وما سقيته مياه لمده اشهر، ممكن انه هذا النبات يستمر ويعيش لفتره طويله. إذا من ناحية الضوء وأشعة الشمس المباشرة، أكيد هذا النبات بيحب أشعة الشمس المباشرة، والسبب بيعود أنه متكيف جدا مع هاي الشمس ويمتلك أشواك. طبعا الأشواك هي عبارة عن أوراق، أما الجزء الأخضر اللي شايفينه هو عبارة عن ساق. هذا تكيف أعطاه رب العالمين للصباريات بشكل عام ولهذا الصبار بشكل خاص، أنه حول أوراقه لأشواك ليتحمل أشعة الشمس المباشرة. فإذا بدك تقتني هذا النبات بمنزلك، يفضل أنك تحط هذا النبات تحت أشعة الشمس المباشرة بما لا يقل عن 8 أو 9 ساعات شمس مباشرة. من ناحية الرطوبة، هذا النبات أبدا ما متطلب للرطوبة، فإذا نسيت وتركت هذا النبات لمدة شهر أو شهرين ممكن أنه يتحمل وما يتأثر أبدا. ولكن بفصل الصيف يفضل أنك تعطي هذا النبات كل حوالي 15 يوم لل 20 يوم جرعة قليلة من الماء بمقدار كوب ماء من اللي بنشربه. هذا النبات كتير متحمل لنقص الرطوبة، ولهيك لا تقلق إذا كنت بدك تزرع هذا النبات وتسافر لأي مكان بترجع بتلاقيه أخضر مثل ما هو. أما من ناحية التربية، كمان هذا النبات ما متطلب لأي نوع من أنواع التربية الخاصة، بينمو هذا النبات بمختلف أنواع التراب، سواء كانت تربية رملية أو تربية حمراء أم تربية طينية أو تربية غادقة، ولكن يحذر عليه من كثرة المياه، ما بحب كثير المياه، لهيك يفضل أنه يكون فتحات التصريف موجودة من الأسفل بالأصيص. ومن ناحية التسميد أيضا، هذا النبات غير متطلب للتسميد بشكل كبير، بيكفي أنه كل شهرين تعطيه ملعقة صغيرة من سماد NPK المتوازن 20-20-20، وهيك النبات بيستمر وبيحافظ على حياته بأبهى صورة. ممكن أنك تشكل هذا النبات وتعمل منه حديقة صباريات أو حديقة عصاريات، لأنه هذا النبات متحمل مثل ما ذكرنا. شوفوا هون نحن عاملين حديقة صباريات صغيرة، مستخدمين النوع أوبونتيا سوبولاتا أو نبات إبرة حواء، فهو كتير متحمل وبيعطي منظر جميل جدا. ولكن بحب أحذركم من أشواك هذا النوع، لاحظوا أنه الأشواك كتير قاسية لهذا النوع وممكن تسبب الأذى للأطفال أو للحيوانات الأليفة عندكم. لهيك إذا كنت تربوا هذا النبات يفضل تحطوه على السطح أو على البلكوني بزاوية أو مكان ما بيتعرض له الأطفال أو الحيوانات الأليفة، لأنه كتير مؤذي هذا النبات للجلد إذا غزت الشوكي بالجلد. من ناحية الأزهار، هذا النبات بيمتلك أزهار جميلة جدا وبيزهر كل سنة أو كل عدة سنوات مرة، فإذا زهر عندك هذا النبات فأنت أكيد محظوظ، لأنه ما بيزهر إلا تحت ظروف الجفاف الشديد والحرارة الشديدة. وهلا راح أترككم صور عن أزهار هذا النبات الجميل. هذا النبات ممكن أنه يطول لطول 4 متر مثل ما أنكم شايفين بهذا الفيديو بيطول، وكل ما كبر أكثر هذا النبات فيك تأخذ منه خلفات وتزرع هاي الخلفات ويصير عندك نباتات أكثر. وهلأ بنجي على كيفية إكسار هذا النبات الجميل. بغض النظر عن الخلفات اللي بتخرج من هذا النبات، فيكم تكسروه بطريقة سهلة جدا وهي طريقة التقطيع. ببساطة بتجلبوا هذا النبات الجميل جدا، بتقوموا بعملية قطع لهذا النبات عدة قطع، طبعا بتنتبهوا لأياديكم من الأشواك مثل ما انكم شايفين. هذا النبات المقطوع قريبا رح يفرع فرع من هون وفرع من هون، أما هذا النبات بنقوم بعملية انتزاع على الأشواك الخاصة فيه مشان ما تغرس بأيدينا،
ومنجيب قصيص فيه تراب مبلول بقليل من الماء، منقوم بعملية زراعة هذا النبات. وهذا النبات هيك بيكون جاهز، وبعد فترة أسبوعين بيعطينا الجذور، ولكن علينا أنه نحرص ما نكتر الرطوبة، وهيك بيكون صار عندنا نبات جديد ابتداء من نبات واحد. وهذا طبعا النبات مثل ما ذكرناه رح يخلف ويعطينا عدة فروع للأعلى ويصير أجمل. ولهو ممكن وصلنا لنهاية الحلقة اللي تكلمنا فيها عن صبار إبرة حواء أو صبار بونتياس وولاتا. بنصحكم أنه تقتنوا هذا النبات الجميل المتحمل لكل الظروف، سواء كان حرارة عالي أو برودة عالي، ولكن احذروا على أياديكم وعلى الأطفال والحيوانات الأليفة من هاي الأشواك القاسية الخاصة بهذا النبات. كان معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. لا تنسونا من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وإن كنت فعلوا زر الجرس. صلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.